بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم قوله معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هاهنا النهار كله. ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يراد به ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، فإذا طلعت الشمس وصارت مشرقة وقع اسم الضحى، وهذا الاسم تارة يتتابع ويتصل حتى يشمل النهار كله، وتارة يتقاصر حتى يختص بأوله. فاسم الضحى له في القرآن معنيان، فاسم الضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله، والآخر أول النهار. وبيانهما في القرآن أن الأول يقع مقابل الليل، أن الأول يقع مقابل الليل، ومنه قوله هنا والضحى والليل إذا سجى، وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها. وأما الثاني فإنه يقع مقابل العشية، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالضحى اسم أول النهار والعشية اسم آخر النهار. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى وما قلى فقال وما أبغضك. فالقلى هو البغض، وجعل المصنف الفعل أبغض مسندا إلى الضمير فقال أبغضك، مع كون ذلك متروكا في الآية، فإن الله قال وما قلا ولم يقل ما قلاك. واضطر المصنف إلى هذا كون معنى الآية هو ذلك، فقوله تعالى وما قلا تقديره وما قلاك، فالآية ما ودعك ربك وما قلا، لكن أعرض عن هذا في الآية فلم يقل الله ما ودعك ربك وما قلاك، وإنما قال ما ودعك ربك وما قلا. واضح؟ طيب لماذا وقع هذا؟ لماذا وقع كذلك؟ نعم أحسن. ووقع كذلك في القرآن تبعيدا لوقوعه من الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، تبعيدا لوقوعه من الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يخطر في بال أحد أن الله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم يقع منه بغض له، فمنعا لهذا الخيال العارض وقع الفعل بلا إسناد تفريقا بينه وبين نظيره في قوله ما ودعك. ما. قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا.
قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ضالا، فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فإن الله أخبرنا في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أن تلك كانت حالا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هداه الله. وتفسير الضلال الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حالا هو ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال الكتاب عليه، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال الكتاب عليك. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بخبر الله عز وجل عنه أو بخبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فإن من فتش كتب التفاسير رأى عجباً من كلام بعضهم في تعيين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال ضلال أخبر عنها في قوله تعالى ووجدك ضالاً فهدى، مع أن الله أخبر عن ذلك فقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالحال التي جعلت ضلالاً له صلى الله عليه وسلم هي غفلته عما يراد به من بعثه رسولاً وإنزال الكتاب عليه، فلا ينبغي أن يتجاوز خبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فهدى فدلك وأرشدك. قوله عائلا فقيرا. قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فلا تقهر، فقال فلا تغلبه مسيئا معاملته، فأصل القهر هو الغلبة، ومن هنا تعود النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال، وفي لفظ ومن غلبة الرجال، فالقهر هو الغلبة التي يجتمع معها الإساءة إلى المخلوق، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قوله فلا تنهر فلا تزجر. نعم. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ووضعنا، فقال وحططنا، أي أسقطنا، فالحط هو الإسقاط. قوله وزرك ذنبك. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى وزرك، فقال ذنبك، أي أن الله أسقط عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذنبه، وهذا الإسقاط هو المذكور في قوله تعالى في سورة الفتح يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فحطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبه وأسقطت بما فاز به من مغفرة لما تقدم وما تأخر. ووقع في القرآن ذكر ذلك مجملاً فلا يفتقر إلى تفصيل، فإن الإجمال في المقام النبوي فيما يظن به النقص أولى كالإجمال فيما ينفى من الصفات عن الله عز وجل، حرصاً على تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعرض له بما يكون مقارناً
سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم. فالله في غير آية لما ذكر ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أجمله، فلا منفعة في طلب تفصيله. قوله أنقض أثقل، قوله العسر الشدة، قوله يسرى سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فقال فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. فمنفعة العبد اتصال الأعمال، فمنفعة العبد اتصال الأعمال، فإن العبد إذا فرغ من شيء فصار بطالا عاطلا لا شغل بيده، أضر ذلك بقلبه، فإن خواطر النفس والشيطان تتقحم القلب، ومما يدفعها عن العبد شغله بما فيه منفعته من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة، إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة، لأن البطالة تؤدي إلى الجهالة أي إلى الوقوع في الذنوب. فالمرء إذا صار بطالا لا شغل له جرته نفسه والشيطان والهوى إلى الوقوع في المعاصي والذنوب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا بأن أحدنا إذا كان في شغل فإنه ينبغي إذا فرغ منه أن يشتغل بشغل آخر. ومن فقه الشريعة في مقاصدها في يوم الجمعة، وهو الذي جرى عليه المسلمون من الصدر الأول، ما يسمى بالعطل، وتلك العطل ليست للبطالة وإنما هي لترويح النفس بنقلها من الشغل الشاق إلى ما يكون نزهة للقلوب وفرجة للصدور، حتى إذا رجعت إلى مصالحها رجعت قوية. فالعبد إذا كان في عطلة فإنه لا ينبغي أن يكون مقضيا يومه ونهاره في الأكل والشرب والنوم، فذلك لا يزيده إلا سوءا، وإنما ينبغي أن يشتغل بشيء يروح به عن قلبه وبدنه، أو شيء من شغل ينفعه في الدنيا والآخرة لم يكن إمكانه الإتيان به حال شغله بغيره. نعم. معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطور سينين. الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين، مكة المكرمة لأمن الناس فيها. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الآيتين الثانية والثالثة ما يبين أنهما تشيران إلى مواضع من الأرض. فقوله تعالى وطور سينين، قال الطور هو الجبل، وسينين لغة في سيناء بكسر السين وفتحها، فيقال سيناء وسيناء وسينين. قال وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وهذه الأوضاع المذكورة في كتب التفسير وغيرها يراد بها الأوضاع الواقعة حال خطاب الشرع، فمن الخطأ تفسيرها بما تجدد من الأحوال. فاليوم صحراء سيناء
هي في جملة بلاد مصر، لكن باعتبار حالها عند نزول خطاب الشرع ومنه القرآن فكانت على الوصف المذكور أنها صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وأما قوله تعالى وهذا البلد الأمين فإنه يراد به مكة المكرمة، جعل لها وصف الأمن لما فيها من أمن الخلق بعضهم على بعض. وهاتان الآيتان الموضوعتان للدلالة على بقع من الأرض تبينان أن المراد في الآية الأولى موضع من الأرض أيضا، فإن من قواعد كلام العرب أن العرب تلحق النظير بالنظير ولا تخرج شيئا عن أفراده إلا لعلة، أن العرب تلحق النظير بالنظير ولا تخرج شيئا عن أفراده إلا بعلة، ذكره ابن فارس وابن تيمية وابن القيم وابن المنجى في آخرين. فهذه الآية الأولى لا ينبغي أن تكون الإشارة فيها إلى الشجرتين فقط، فالآيتان بعدها تشيران إلى بقاع من الأرض، فمقتضى البلاغة والقرآن قد جعل على أعلاها أن تكون الآية الأولى إشارة إلى موضع من الأرض وهو أرض فلسطين الذي اختص دون سائر الأرض بأنه أفضل مقام ينبت فيه شجر الزيتون والتين، فالزيتون والتين وإن وجد في غير فلسطين فأحسن ما يكون من هذين النباتين هو ما يكون في فلسطين، فصارت هؤلاء الآيات الثلاث في نسق واحد، فصارت هؤلاء الآيات الثلاث في نسق واحد في الدلالة على بقاع من الأرض. فالآية الأولى والتين والزيتون في الدلالة على أرض فلسطين، والآية الثانية وطول سينين في الدلالة على صحراء سيناء، والآية الثالثة وهذا البلد الأمين للدلالة على مكة المكرمة. واضح؟ طيب لماذا خص بالذكر هذه المواطن الثلاثة؟ لماذا ذكرت هذه المواطن الثلاثة؟ نعم، لأنها مهبط الوحي. طيب في أراضي أخرى أيضا مهبط للأنبياء، مهبط الأنبياء. أرفع الكتاب بس على الأرض. ها؟ طيب عبد الله، لأنها أرض أكثر النبوة، لأنها أرض أكثر النبوات، ومن الغلط قوله لأنها أرض النبوات، فإن من النبوات ما كان خارجها، ومنها مبتدأ نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان بأرض إيش؟ العراق، وكذلك كانت نبوة هود في أرض إيش؟ وين نبوة هود؟ في أرض حضرموت، صحراء الأحقاف في أرض حضرموت. نعم. قوله أسفل سافلين في نار جهنم، ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى أسفل سافلين فقال في نار جهنم، فيكون معنى قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي رددناه في نار جهنم، فإنها أسفل السفل. وتفسير الآية بهذا هو المناسب لأمرين، أحدهما أن الآية المتقدمة عليها في الامتنان بخلق الإنسان في أحسن تقويم، في الامتنان بخلق الإنسان في أحسن تقويم، فالمناسب لمن لم يعرف حق هذه النعمة أن يعذبه الله في النار، فالمناسب لمن لم يعرف حق هذه النعمة أن يعذبه الله في النار، والآخر لمناسبته الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، فكل الخلق خاسرون مآلهم إلى النار إلا من استثنوا في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
قوله غير ممنون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. ذكر المصنف وفقه الله أن قوله تعالى غير ممنون المتكرر في القرآن يدل على أمرين، أحدهما أنه لا ينقطع، أحدهما أنه لا ينقطع، والآخر أنه غير مشوب بكدر المن، أي غير مقدر وموسخ بكدر المن، أي غير مقدر وموسخ بكدر المن. والمن المراد هنا ما هو؟ المن الذي له وسخ هو تكرار ذكر النعمة للاستعلاء بها، تكرار ذكر النعمة للاستعلاء بها، كمن ينعم على أحد بشيء فيلهج دائما بهذه النعمة فيقول ألا تذكر يوم كذا وكذا أعطيتك كذا، ثم يقول في مقام آخر هذا، ثم يردده في مقام ثالث، فصار المن المنفي هو إيش؟ تكرار ذكر النعمة للاستعلاء بها. طيب لو قال إنسان الله سبحانه وتعالى اسمه المنان وذكر منه على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مقامات عدة، فكيف يستقيم هذا الكلام؟ واضح الإشكال؟ ما هو المعنى؟ يعني المن المثبت هو كثرة الإنعام لإظهار الإكرام، كثرة الإنعام لإظهار الإكرام، فهذا هو الذي أثبته الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر وهو تكرار ذكر النعمة استعلاء فهذا هو المنفي عن الله سبحانه وتعالى. وبهذا يخلص الاعتراض الذي أبداه ابن القيم وغيره في تفسير هذه الآية وغيرها، فإن جماعة منهم أبو عبد الله ابن القيم جعلوا المن منفيا لما فيه من شوب الاستعلاء، لأنهم قصروا المن على هذا المعنى فقط، والمن يقع بهذا وهذا، فيكون أحدهما مثبتا ويكون الآخر منفيا. نعم. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. نعم. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علق بقوله جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. والواقع في القرآن كله عند ذكر مبتدأ خلق الإنسان أن الله ذكره مرة بعد مرة أنه مخلوق من علقة، إلا في هذا الموضع فذكر أنه مخلوق من إيش؟ علق، أي على وجه الجمع. فلماذا؟ نعم. و
وجوابه أنه وقع في هذه الآية مجموعاً لأمور ثلاثة. أولها أن الآية في سياق امتنان، أن الآية في سياق امتنان، والمناسب له الجمع إظهاراً لمزيد المنة، والمناسب له الجمع إظهاراً لمزيد المنة. وثانيها أنه علقة باعتبار مبتدأ الخلق ثم تتكاثر، أنه علقة باعتبار مبتدأ الخلق ثم تتكاثر فتكون علقا. وثالثها أن الإفراد باعتبار أصل الخلقة والجمع باعتبار أفراد المخلوقين، أن الإفراد باعتبار أصل الخلقة والجمع باعتبار أفراد المخلوقين، فهم كثير، فيكون هذا مخلوقاً من علقة، ويكون هذا مخلوقاً من علقة، ويكون هذا مخلوقاً من علقة، فمجموعهم يكون علقاً. واضح؟ طيب، لو قال قائل أن ذلك وقع مراعاةً لفواصل الآية، فالآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالحرف الأخير منها القاف، والآية الثانية خلق الإنسان من علق، فالحرف الأخير منها هو القاف أيضا، فيكون قد وقع جمعها مراعاة للفواصل، لأن من فصيح الكلام أن يكون نغم الحرف واحدا بتكراره، الذي يسمونه في كلام العرب في نوع البديع السجع، ولا يطلق هذا في القرآن، وإنما يقال اتفاق فواصل الآيات. صحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟ أحسن. والجواب أن هذا الذي لهج به جماعة من متأخر المفسرين غلط على القرآن، فإن هذا يكون فصاحة في حق من يتكلفها وهو المخلوق، وأما كلام الله عز وجل فإنه بالمقام الأعلى فلا يحتاج إلى هذا الوجه البديعي الذي يذكره المتكلفون في صناعة الكلام. قوله بالقلم بالخط والكتابة، ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى بالقلم بالخط والكتابة أي أثر آلة الكتابة، أي أثر آلة الكتابة، فليس المراد الآلة نفسها، وإنما المراد ما ينشأ عنها من خط وكتابة، فإن المرء لا يمدح أنه يملك قلما وهو لا يعرف الكتابة، فإن المرء لا يمدح أنه يملك قلما وهو لا يعرف الكتابة، وإنما يمدح إذا كان يعرف الكتابة بالقلم. نعم. قوله لنسفعن، السفع لنسفع صلى الله عليه، لنسفع لنسفعن ولا لنسفع؟ لنسفع. من يجيب ولماذا؟ لماذا؟ ها؟ العرب ماذا؟ هذا مو متحرك، هذا نون توكيد خفيفة. ما الجواب؟ إيش؟ لا، دعنا من القلب، اسمه قلب وليس إقلاب، دعنا من القلب. الآن هل يوقف عليها بالنون أو بالألف؟ لماذا؟ لماذا؟ طيب، التعليل بسهولة، يوقف في القرآن حسب رسمه، حسب رسمه، وهنا رسمت بإيش؟ بألف، ولا هي نون توكيد، لكن رسمت بألف فيوقف عليها بألف لنسفعا، لكن إذا وصلت تكون نون توكيد خفيفة. نعم. السلام عليكم. قوله لنسفعا، السفع القبض الشديد بجذب. قوله بالناصية مقدم شعره. قوله الزبانية
هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. نعم. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم. قوله والروح هو جبريل. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى والروح فقال هو جبريل، هو جبريل، وهذا عجيب لأن الله قال ويسألونك عن الروح ثم قال قل الروح من أمر ربي. طيب كيف الله يقول الروح من أمر ربي وهذا المصنف يقول جبريل؟ طيب معناه إيش هذا؟ إيه وش يسمى هذا؟ طيب يعني كلامه الصحيح. نعم. يقال إن الروح في القرآن يقع على معان، فتارة يراد به جبريل كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وتارة يراد به القرآن قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وتارة يراد بها النفس التي هي سر الحياة قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا يسمى علم الوجوه والنظائر القرآنية، علم الوجوه والنظائر القرآنية، وهو المرتبة الثالثة في معرفة تفسير القرآن الكريم، فإن تفسير القرآن الكريم لا يؤخذ بقراءة كتاب تفسير وإنما يؤخذ بمراق توصل إليه، مبتدأها معرفة غريبه ثم فوقها معرفة معانيه أجمع غريبها ومألوفها وفوقها معرفة الوجوه والنظائر القرآنية. والوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات التي تكون في المعنى الواحد منها، هي الآيات التي تكون في المعنى الواحد منها. فمثلا ما ذكرناه من معاني الروح أنه القرآن وجبريل والنفس التي سر الحياة هذه تسمى وجوها، وإذا نظر إلى واحد منها وهو الروح الذي هو جبريل قيل كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهؤلاء الآيات تسمى نظائر. ومن أحاط بمعاني غريب القرآن وكلمات القرآن ووجوه ونظائر القرآن فقد أحاط بثلثي التفسير، فالصعود بهذه المراقي أنفع للمرء من أن يقرأ كتابا في التفسير ثم يخرج وهو لم يحصل شيئا إلا شتاتا عالقا في باله وذهنه. أما من ترقى وفق هذه المراقي فما بعدها مما بيناه في غير هذا المقام فإنه يستمسك بأصل وثيق في معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله بإذن ربهم بأمره. نعم. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى منفكين فقال زائلين عما هم عليه تاركين له، فالانفكاك هو الترك والزوال، فالانفكاك هو الترك والزوال عما هم عليه من الدين، عما هم عليه من الدين. فأخبر الله أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لن ينفكوا عن دينهم تاركين له مباعدين زائلين منه إلا حتى تأتيهم بينة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. ما الفرق بين مطهرة ومتطهرة؟ مطهرة ومتطهرة. نعم. أي يعني أنت جبت الوسيلة ولتنتهي المقصد. مطهرة أي مطبوعة على الطهارة فلم يلحقها وسخ أبدا، أي مطبوعة على الطهارة فلم يلحقها وسخ أبدا. أما متطهر فهو الذي يقبل الوسخ فهو يلحقه وسخ ثم يدفعه عن نفسه. نعم. قوله قيمة مستقيمة. قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. ذكر المصنف وفقه الله في معنى هذه الآية ما يبين حقيقة الإخلاص شرعا في قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، فإن الإرادات الواردة على القلب كثيرة، فالعبد إذا أراد أن يعمل عملا ورد على قلبه إرادة هذا العمل ابتغاء مدح الناس أو ثنائهم أو شيئا من الدنيا من مال أو منصب أو غير ذلك، فإذا خلص العبد قلبه من هذه الواردات ولم تبق فيه إلا إرادة الله صارت تلك الحال إخلاصا. فالإخلاص أن يصفي العبد قلبه من إرادة غير الله، أن يخلصه فيبعد عنه كل إرادة فلا يبقى في القلب سوى إرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، أي كن لواحد وهو الله على حال الواحدة في الإرادة، فلا يكون في قلبك إرادتان وإنما إرادة واحدة لله سبحانه وتعالى. وقد أشرت إلى معنى الإخلاص بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وفي قوله فاحذر يا فطن تنبيه لطيف إلى شدة مكابدة الإخلاص، فإن العبد لا يخلص في إخلاصه حتى لا ينظر إلى أحد في ابتغاء خلاصه، فالمرء لا يكون مخلصا حتى يستوي الخلق عنده، قال بعض السلف الإخلاص أن يستوي القادح والمادح، فلا ينظر المرء إلى ما يصدر من الناس من مدح أو قدح،
وإنما ينظر إلى موافقته هو أمر الله سبحانه وتعالى. والأمر شديد كما قال بعض السلف: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، أي إذا رأى المرء أنه أخلص في عمل من الأعمال احتاج إلى أن يحاسب نفسه في صدق هذا الإخلاص الذي ادعاه لنفسه، هل هو صادق أم لا. نعم. قوله: حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه. ذكر المصنف في تفسير هذه الآية ما يبين حقيقة الحنف، أنه الإقبال، فالحنيف هو المقبل، ولازم الإقبال الميل عما سوى المقبل عليه. ومن الغلط تفسير الحنف بالميل، فالميل لازمه لا معناه، أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. نعم. قوله: دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله: البرية الخليقة. قوله: جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى جنات عدن، وهي كلمة تتكرر في القرآن عند ذكر الجنة والجنات، والمراد بها الإقامة، فالعدن الإقامة والمكث والنزول في الشيء. فمن صفات من دخل الجنة أنه يمكث فيها لا يخرج منها، جعل الله وإياكم من أهلها. فأصل العدن إذا أطلق يراد به البقاء والمكث واللبث، ومنه سمي ما في باطن الأرض إيش؟ معدناً، معدناً بكسر الدال، لأن في باطن الأرض ولا يقال معدن وإنما معدن، لأنه مقيم ماكث باق في باطن الأرض.